فرصة في الفقرة دي ان احنا مشاهدي نايل لايف ونهارك سعيد ان احنا نركز مع بعض كده لمدة ربع ساعة بقية البرنامج النهاردة. لما بقالنا كام يوم بنسمع في الجرايد وبنشوف ان رجال الامن المصريين اذا كان الشرطة او الجيش بيكتشفوا انه في صواريخ جنب قناة السويس كذا مرة، اذا كان في اسماعيلية او اذا كان في العريش، يعني في المناطق اللي هناك دي جنب قناة السويس كذا مرة. مرة من المرات قال لك دول اصلهم وهم بيهربوا فخافوا فحطوا الحاجات بتاعتهم الصواريخ، ودي في صواريخ او قنابل بتتحط في الطيارات وكده، فخافوا وحطوهم وجريوا. طب لما يبقى بتتكرر كذا مرة، واحد اتنين، لما خط الغاز اللي بيغذي اسرائيل وبيغذي الاردن ولبنان يتضرب للمرة السادسة من حوالي يومين يوم الثلاثة الساعة 2 الصبح، مع العلم ان خط اسرائيل واقف، يعني لو هو احنا بس عشان اسرائيل، هو خط اسرائيل واقف فضرب الام اساسا اللي هو الفرع اللي بيغذي الفرع اللي رايح الاردن ولبنان، وضرب في نفس الوقت بيغذي اسرائيل. اسئله كتير حوالين هذا الموضوع كلنا عايزين نفهمها من ضيفي، وخاصه بالغاز، لان في كثير من الناس بتقول لك هو احنا بنصدر الغاز ده، احنا عايزين محتاجين الغاز مثلا بنستخدمه في البيوت، يعني حاجات كتير هنفهمها، كتير مننا محتاج ان احنا محتاجين ان احنا نفهم معلومات عشان نبقى عينينا مفتحه اكتر. الاستاذ اشرف فكري رئيس قسم الاقتصاد بالمصري اليوم، نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد. صباح الخير يا استاذ اشرف. زي ما اشرف قال في المقدمه، قال خط انابيب الغاز الموصل سواء بقى لاسرائيل او للاردن او للبنان، الخط الامي يعني زي ما بيقولوا، يتم تفجيره للمره السادسه، مع العلم ان الخط الموصل لاسرائيل معطل. مظبوط. ايه الفكره وايه الهدف؟ والهدف واضح وبين، هو الاضرار بالامن القومي المصري والاقتصاد المصري. اولا اعتبار ان الخط واقف، يعني متوقف في تصدير اسرائيل من المره الخامسه في التفجير اللي تم في ابريل. وحصول يعني غالبا يعني اللي افجر الخط مدرك تماما ان هو الخط بيغذي معظم المصانع اللي شغاله في شبه جزيره سيناء الخاصه بالقوات المسلحه او خاصه بقطاع خاص، محطه كهرباء العريش اللي هي بتغذي المدينه شبه جزيرة سيناء وخاصة يعني المدن السياحية بالكهرباء، المنازل اللي بتشتغل بالغاز الطبيعي. لا، هو في مخطط يعني يستهدف الإضرار بالأمن القومي والاقتصاد المصري عموما، ويرسل إشارات سلبية طبعا للخارج أن شبه جزيرة سيناء غير مستقر، أو أن الخلايا المسلحة الإرهابية أو التخريبية دي قادرة أن تعمل أي شيء في أي وقت. وده خطأ طبعا، لأن احنا عندنا مرحلة انتقالية صعبة في البلد، لكن لابد من الإدراك أن في مصالح قومية عليا بتجمعنا كلنا، اللي هي حفاظ على موردنا أو الحفاظ على اقتصادنا بشكل سليم. علما بأن تعويض النقص في الغاز لكل المنشآت السياحية هناك بيكلف الدولة كتير قوي، يعني ما تنسيش حضرتك أن البديل الوحيد هو المازوت. المازوت طبعا ده من خزانة الدولة وليس من خزانة أي حد تاني، وغير الخسائر الاقتصادية المترتبة على تعويض الأطراف المتعاقدين معها بكميات الغاز دي أثناء فترة التوقف. يعني مش معنى أن احنا توقفنا تصدير للأردن ان احنا مش هنصدر لهم، لا احنا هنصدر لهم في الكميات اللي توقفنا عنها، عندما يستأنف التصدير نفس الكميه دي هتصدر ليهم وتضاف للكميه اللي هم اصليه بياخدوها. فاحنا ملتزمين تقريبا بالتزاماتنا كده كده هنبعت بالتاكيد يعني اثناء عليه. بعد الاستئناف هنزود الكميه عشان نعوض الفتره السابقه. استاذ العزيز، ايه اهميه الغاز لاسرائيل وايه اهميه الغاز للاردن ولبنان؟ هو الامور مختلفه نسبيا، يعني اسرائيل بتعتمد على 45% من او 60% تحديدا من طاقه انتاج الكهرباء على الغاز المصري. الاسرائيليين عاده عندهم احساس ان البدائل متعدده، يعني هم بيستخدموا المحروقات الاخرى بشكل يعني مستمر زي الفحم والديزل او السولار في توليد الطاقه. الاردن بيعتمد على 85% من توليد الطاقه الكهربائيه على الغاز المصري. المشكله في الاردن ان الاردن 85% من طاقه الكهرباء اللي في الدوله بتعتمد على الغاز المصري. اعتبار هم مجتمع صغير نسبيا، 5 أو 6 مليون نسمه، عندهم محطتين الزرقاء وعمان، عاده بيعتمدوا على الغاز المصري. هي مشكله الاردن هي دوله فقيره، فعاده استيراد المنتجات البتروليه الاكثر تكلفه بيأثر عليهم بشكل مباشر جدا. اما اسرائيل فعندها البدائل، لان هي بترفع سعر الطاقه او الكهرباء مباشره على المستهلك الاسرائيلي، يعني بنظام السوق الحر. هم للاسف الشديد اسرائيل طبعا دايما بتهدد
يعني من ناحيه ترجع للتحكيم الدولي ضد مصر في حاله عدم استئناف ضخ الغاز عن طريق شركه غاز شرق المتوسط، وده طبعا هيجرنا لمشاكل كتير قوي سلبيه. لبنان بعد اذنك. لبنان يعني الامر حاليا وده مش سر يعني ان هو الامر تصدير الغاز بيتم عن طريق الخط العربي اللي رايح لسوريا وبعد كده لبنان، بس لبنان حاليا متوقف لان هم ما بيدفعوش فلوس نتيجه خلاف مع وزاره البترول، بس كميتهم بسيطه جدا 70 مليون قدم مكعب في اليوم، يعني دي نسبه مش كبيره قوي. يعني اللبنانيين عاده احنا بنتعامل معاهم عن طريق سوريا وهو نسبه كبيره نسبه قليله جدا يعني فما لا تذكر يعني بالنسبه، لان دي بتبقى مصنع ممكن نقول زجاج يعني مش مصنع كبير قوي كميه بياخدوها، بس بالنسبه لهم مهمه جدا لان هم البديل عندهم استخدام المنتجات البتروليه لتوليد الكهرباء وده مكلف، يعني الغاز دائما هو اقل وارخص من كل البدائل الاخرى. بس احنا يعني توقيف لتصدير الغاز للبنان مش جاي من طرفنا، من طرفهم هم ما بيدفعوش فلوس اللي عليهم نتيجه خلافات ماليه بين مصر ولبنان تحديدا يعني. تمام، حضرتك قلت الدول اللي احنا بيننا وبينهم اتفاقيات يعني تصدير غاز، اكيد لو ما وصلهمش كميات معينه المطلوبه المحدده في الفتره الصحيحه بيبقى بيعرضنا ده لمساءله قانونيه. مزبوط. المساءله دي شكلها ايه؟ على التحكيم، يعني هو المفترض في الاجراءات بتبقى 6 شهور من اختيار الطرف الاخر لنا ان احنا لازم نقعد عشان نحل المشكله دي، لو ما توصلناش وده طبيعي مش هيتوصل ان هيبقى في خلاف جذري يعني في حاله توقف استمرار توقف تصدير الغاز، وطبعا عدم تدخل الدبلوماسيه ونجاح المفاوضات الثنائيه. بعد 6 شهور بنروح مركز التحكيم الدولي، ومركز التحكيم الدولي بيصدر حكمه فيما يتعلق بطرفين النزاع. في حاله مصر واسرائيل الموضوع مش هو يعني انا ما اقدرش اقول النتيجه المحدده، لكن كل الدلائل وكل الوقائع بتقول او الشواهد بتقول ان احنا هندفع غرامه كبيره قوي. الغرامه دي ما معروفه هي قد ايه؟ اصل صفقه تصدير الغاز لاسرائيل بتستفز يعني كل الشعب المصري، وتصديره كمان بسعر يعني اقل بكتير جدا من المفترض. هو احنا هنا لازم نفرق بين حاجتين، حاجه الالتزام السياسي او الجانب السياسي والجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي مرتبط باتفاق تجاري، يعني ما ننساش ان برضو انت في اتفاقيه كامب ديفيد دي سياسيه، الاتفاقيه دي بتقول ان في علاقات طبيعيه بين مصر وسيري، واحنا عندنا اتفاقيه الكويز محدش بيتكلم عنها لان القطاع الخاص هو بيستفيد منها، ويعني مستفيدين تشغيل العماله واستمرار المصانع. اتفاقيه الغاز تحديدا هي مستفزه للراي العام في مصر، ومع ادراكنا طبيعه الاستفزاز ده لكن لابد ان احنا ندير المعركه بحنكه ومهاره سياسيه تتفق مع ان احنا ما نتحملش اي غرامات، لان الغرامات دي هتتحملها الخزانه العامه او وزاره الماليه اللي انا وانت بندفع الضرايب ليها. حد عارف الغرامه قد ايه؟ 6 مليار ل 8 مليار وفقا التصريحات. 8 مليار دولار. 8 مليار دولار وفقا لتصريحات المسؤولين شركه غاز شرق المتوسط وشركه كهرباء اسرائيل، وهم بيتكلموا مركز قوه في الموضوع ده مش خوف او لا، لان ده اتفاقيات ودي عقود موقعه. انت الاتفاق لما يبقى عندك كامل وواضح بتقدر تفهم اذا كان الثغرات اللي تقدر تستفيد منها او لا. هو ما كانش يقدر يقول الرقم ده غير اذا كان متاكد منه ان هو انت هو بيطبق ب 6 او 8 مليار دولار تكلفه انشاء الخط والخسائر الناجمه عن عدم الالتزام بتنفيذ العقود. ومين يعني هل هو اسرائيل ومصر فقط هما اللي داخلين كشركات في مد الغاز ولا في ناس ثانيه؟ اطراف ثانيه. هو يا ريت كانت مصر واسرائيل كان ممكن نعرف نتفاهم يعني بطريقه معينه، لان هتبقى في تنازلات هنا في مجال قضيه او مجال اخر. الحاله اللي احنا فيها دي غريبه جدا، احنا شركه غاز شرق المتوسط فيها مساهمين امريكان امبال اللي هي شركه رئيسيه مدرجه في بورصه نيويورك، طبعا دي فيها مساهمين امريكان عاديين يعني هيضغطوا على الحكومه الامريكيه للحصول على حقوقهم، يعني مش غريب او عيب يعني لان ده مصالح خاصه بافراد يعني. تمام. وثانيا في شركه بي بي تي التايلانديه اللي هي الشركه الحكوميه الرئيسيه في تايلاند اللي هي بتعتمد عليها حكومه تايلاند في الحصول على الطاقه من دول الخارج بنسبه 25%. المشكله كبيره قوي ان انت موقع اتفاقيه حمايه الاستثمار بينك وبين الولايات المتحده في 1980 وفق الاتفاقيه دي والماده 7 تحديدا تنص على ضروره حمايه الاستثمارات المشتركه وبالتالي وعدم الاخلال بالالتزامات. شركه غاز شرق المتوسط لجأت للبند رقم 7 في الاتفاقيه دي في ان هي بتطلب من الحكومه المصريه ضروره التحكيم لحل النزاع والحصول على حقها، وانت يعني هنا الولايات المتحده الامريكيه هي اللي هتتدخل مش اسرائيل. غاز شرق المتوسط امريكا نسبتها كام وتايلاند نسبتها كام؟ 25% اعتقد 50 يعني 5 وممكن تقول 25% للشركات 50% الشركات الامريكيه 25% لشركه بي بي تي تايلانديه والنسبه الثانيه موقعه ما بين مساهمين اسرائيليين وشركه الغاز وشركه قبض الغازات في مصر. يعني لو وصلنا زي ما قالت مايل للموضوع التحكيم الدولي هيخشوا وده بالتأكيد الشركتين دول الشركه اللي من امريكا والشركه من هم اصلا طالبين هم داخلين هم اللي طالبين الشركه المساهمه الاسرائيليه مش طالب. يعني الموضوع دلوقتي بين مصر والولايات المتحده والشركه التايلانديه
طيب هل صحيح يا دكتور ان احد بنود الاتفاقيه دي بتقول ان احنا بنصدر الغاز او ملتزمين بتصدير الغاز لاسرائيل في حاله وجود فائض غاز عند مصر؟ هو الناس لازم تعرفوا ان الكميه اللي بتصدر لاسرائيل كميه بسيطه جدا مقارنه بحجم الاستهلاك وحجم الانتاج مصر. كميه بتصدر لاسرائيل لا تساوي الكميه المستهلكه في اي مصنع اسمده في مصر. يعني الاشكاليه زي ما قلنا هي اختلاف حوالين المبدا نفسه. الناس معترضه على فكره التصدير لاسرائيل، وعلما بان اتفاقيه التصدير لاسرائيل بتنص صراحه على عدم استخدام اي الغاز المصري في تمويل او امداد اي منشات عسكريه اسرائيليه بالطاقه، يتم خسرها فقط على المنشات المدنيه اللي هي بتمدها شركه كهرباء اسرائيل. يعني ما ادركنا للموضوع، حسيت يعني المسؤولين المصريين صراحه في الجزئيه دي ادركا منهم لطبيعه ان ممكن يكون في جزء من الغاز المصري يذهب مباشره او يتم التعاقد معاه على مؤسسه عسكريه اسرائيليه بتشتغل في مجال التصنيع او مطار حربي، قصروا موضوع التعاقد على المنشآت المدنية وتحديدا شركة كهرباء إسرائيل. طب بيني وبينك يعني إسرائيل ممكن تلتزم بحاجة زي كده؟ احنا ما اختلفناش، بس هم لو انتهكوها انت من حقك تطالبهم بالتعويض. انت في نفس الوقت هي من امتى التزمت إسرائيل بأي حاجة؟ مش مختلف معاك، الالتزامات كلها قائمة على فكرة ان انت هو بيمسك عليه غلطة، يعني هو ماسك على غلطة توقف التصدير لمدة 200 يوم. مش مشكلته ان هو عمل ارهابي وان انت داخل في قوة يعني قوة قاهرة لا تستطيع معها الوفاء بالتزاماتك. هو استغل فرصة انت متوقف عنده التصدير. انت عادة في القانون الدولي بيقولك المرة الاولى والثانية يمكن ان تندرج تحت بند القوة القاهرة التي يعني المحكم الدولي يدرك ان ده صعب ان انت يعني ده حاجة ارهابية، ما طرف ده ما يقدرش يلتزم بيها. بس 6 مرات لا، يعني هو يقولك انت زي عربيتك، يعني شركة التأمين لما تسرق مرة والثانية ممكن يعتبرها سرقه، لكن يقول لك انت مهم في الثالثه، انت اللي تتحمل المسؤوليه مش انا. وده بيحصل. يقول لك انت مقصر في حمايه سيارتك، انا مالي؟ يعني كل الشعب المصري بعد اذنك ويمكن احنا كمان يعني بيقول احنا ليه بنصدر الغاز لاسرائيل؟ اردن حبايبنا ولبنان حبايبنا واهل وقرايب، انما ليه بنصدر لاسرائيل واحنا الغاز ده يعني احنا ممكن نستفاد بيه؟ وفي بعض الناس بتقول طب ما احنا عشان نوصل الغاز للبيوت. يا ريت حضرتك تشرح لنا المنطقة دي كويس. هو الناس بتخلط عادة بين البوتاجاز والغاز. البوتاجاز دي أحد النواتج النهائية لتقطير أو أحد المنتجات المصاحبة للنفط، وهو أغلى بكتير من الغاز الطبيعي. يعني طن البوتاجاز بتروح ما بين 1000-1200 دولار. البوتاجاز اللي هو بيروح البيوت اللي هو في الأنابيب كويس. السائل كويس. اللي هو ده مضغوط في الأنبوبة. الغاز الطبيعي اللي بيتوصل في الشبكات ده عادة الطن بتاعه 250-225 دولار. يعني هي الناس بتربط الموضوع ده بحجة ان هو عندك بديل، ليه ما بتقدمهوش ليه؟ الموضوع مرتبط ببنية تحتية وشبكات وتوصيلات. يعني يعني احقاق الحق حاليا وزارة البترول وشركات حتى القطاع الخاص شغالة في مجال توصيل الغاز بتبذل اقصى جهدها، وهم عندهم خطة طموحة لتوصيل 750 ألف وحدة سكنية في اليوم. 750 ألف وحدة سكنية وتجارية ومنزل في السنة. ده في السنة. يعني وده بيتنفذ دلوقتي. بيتنفذ تمام. يعني ده هم لان ده اصلا مش خيار اختياري، ده اجباري. لان معنى يعني انبوبه البوتاجاز بتكلف الدوله 80 جنيه المستهلك بياخدها ب 5 جنيه، هو ما بياخدهاش ب 5 جنيه، هو بياخدها 15 ب 20 على حسب المورد الموجود في المنطقه والسمسار. يعني هي الاشكاليه كلها زي ما انت بتقول، وحتى نسبه استهلاك الوحدات المنزليه للغاز قليله جدا بحجم الانتاج، ما تتجاوزش حاليا 3%.